أكدت النيابة العامة أن أعضاءها أجروا تحقيقات سريعة ووفية للوصول إلى حقيقة الجريمة المتعلقة بالتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين بارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا ومع سبق الإصرار والترصد، واستمعوا إلى شهود عيان رأوا الواقع. وأضافت النيابة أن أعضاءها عكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة والمنتشرة بأماكن حدوث الجريمة والتهديد والوعيد المرسلة من المتهم إلى المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوة. وناشدت النيابة العامة جموع المواطنين التريث والتعقل واحترام القانون.